ده كان المتصل بتاع الأمس يا شيخ عصام، وكان اللي هو قال ألجأ للربا ولا للسرقة. وحضرتك قلت لا إذا ده كان ولا ده. هناك لجوء ما يبقاش لدولة ده، وإذا كان هناك اضطرار فالضرورة تقدر بقدرها، ويقعد مع حد من أصحاب العلم ويقول له الموضوع نعم بتاعه إيه. فهو دلوقتي بيقول أنا قدام الناس لا أستحق الزكاة، فمحدش هيديني حاجة. ومين اللي بيقرر من أهل الزكاة؟ الناس ولا مين؟ ولا الشرع؟ هو بيقول الناس مش هتديني لأن هم باصين إن أنا راجل شغال وعامل. ف طيب قلت له طب انت شغال ولا قاعد؟ قال لا قاعد دلوقتي. يبقى ازاي بقى شايفينه شغال؟ ما انا ما هو مش يا عارف. اما سؤاله هو ما قاليش، ما قالش المعلومه الحقيقيه، ما هو ما الناس شهود على ايه؟ على انه متعسر متعسر، مش عنده المفروض. في ديانه بتخبط على الباب؟ المفروض الديانه دي مش وهم دول شايفه. اللي بيدفعوه لانه يعمل الحاجتين اللي ايوه عايز السؤال، يعملهم. بس مش انا النهارده انا الناس بتعرف ان شغال ولا مش شغال من ايه؟ قاعد في بيتي، يبقى ازاي شغال؟ يا اما الاخ بيقول اطار عشان اقول والله روح خد الربا، عشان ايوه، كده ما انا يا هو جماعه بقول لكم، حتى قال لي ايه، انا رحت لجمعيه مصر عشان الخير كده بقول بتاعت لحضراتكم يا الارمان جماعه وجبت ليه كل الورق بس دلوقتي لسه ما حدش عبرني. الكلام ده. يفسر دايما لما بقول للناس تروح لحد من اهل العلم في بلدك وفي واقعك تساله السؤال ده وتحكي له وضعك، ويقول لك انت من اهل الضروره ولا لا. صح، ليه؟ لان ده هو اللي هو اجابه. الشيخ ممكن هو سيبك من نفسه الشيخ، لا يتولى ادي من موضوع الاجابه، زكاة ولا المال دي ولا الشيخ ويديها اللي له. مزود ده جزء تاني. لاني الواقع اللي الشيخ اللي بتاعت في الواقع اللي فيه هيقول ساعتها ده صح ضروره ولا لا، لان هيقول لك روح لفلان، روح لعلان، صح روح لكذا، لانك انت بتسمع معلومه من الشخص وادرى والواقع مش بالمنطقة مشابه. والبلد فانا هفتيك في ايه؟ في واقع انا عايش فيه. تمام. لو واحد النهارده قال لي انا حالتي تعبان وفقير وعايز مكيف عشان الجو حر، ايوه هقول له فين انت حضرتك؟ هيقول لي انا مش عارف في اسكندريه. طب يا عم افتح الشباك، ابر الشباك التاني، اعمل طياره هوا زي الفل، مش محتاج تاخد ربا عشان تجيب مكيفات مثلا. تمام. انما قال لي في الخليج انا عايش في الخليج، محتاج مش محدش عايز يجيب مكيف، مش لاقي، هعمل ايه؟ الضرورة بتقول ان اصلا ما فيش بيت من الخليج، غير تكييف اصلا، ان الخليج كله ما فيش من اصلا، ولا الاساسيات، ده من لا لا الاساسيات. شحات ولا مليونير. ايوه، من اول حاكم البلد لحد اصغر واحد لازم المكيف. تمام، فده واقع ضرورة دي. وصلك الفكرة؟ ايوه فانا تمام. ليه بقول يا جماعة المجتمع؟ لاني حاجة الشخص في هذا المجتمع غير حاجة الشخص في هذا المجتمع الاخر. الفقير في الخليج هو اللي ما عندوش عربية ولا عنده مكيف ولا عنده بيت تمام. مثلا. فمعيار الفقر يختلف. الفقير عندنا معياره تاني. أيوة. الفقير بقى في افريقيا اللي مش لاقي يلبس، ايوه اللي صح، جايب ورقه شجره مداري العوره من قدام ومن ورا، ايوه والله بس ستات ورجاله. فمعيار الفقر بيختلف من دوله لدوله، مظبوط. فالضروره تختلف كذلك من دوله لدوله. واهل البلد هم ادرى وصل لكم بتحديد هذه الفكره يا اخوانا؟ الضروره. عشان بس القصه توصل في ليه القصه مش بتبقاش هي هروب من الفتوى ولا تكبير دماغ. لا، زي بعض الناس الاقيه بيبعت لي على السؤال مثلا على الواتس او على الفيس او على او على اي وسيله تواصل، فانا صيغه عندي بقى معذره ان انا مشغول، يقول لي كان زمانك بدل انا مشغول قلت لي حلال ولا حرام. هو انا حضرتك اوردر بتاع كنتاكي هتضرب يجي لك اللي هو بجنيحه كده تعمل اعلان كنتاكي يعني؟ على الهوا كده يعني؟ لا مش تعمل كنتاكي اعلان يا لكنتاكي سيدي، على الهوا اعلان كده؟ اي حاجه مش مشكله. ماشي. القصه مش كده يا اخوانا، ما هو معذره انا مشغول ربنا مش هيحاسبني عليها. صحيح. انما حلال حرام اخش يا جهنم يا علشان ايه حضرتك؟ صح، سؤالك محتاج اراجع فيه حاجه. ايوه، لك ده السؤال هتجاوب ده هم كلمه حلال ولا حرام؟ هو انا بالكمبيوتر حضرتك؟ مفيش كده. ايوه، في اخواننا الناس تستوعب في دية ما هياش، ما انا ما اسهل اقول لك حلال روح وتوكل على الله. طيب ودينا شفنا رغم ان انا امبارح السؤال جاوبت راي مذهب علمي مذهب ابو حنيفه. ايوه، ومع ذلك اخي كريم راجع ورانا. تمام، مش عشان انا خايف من اللي بيراجع ورايا، بالعكس ده انا ما احب القلب اللي بيراجع ورايا ده. صحيح. انما يا جماعه القصه قصه دين، حلال وحرام. ولا ادعي ان انا عندي علم الدنيا والاخره ولا عندي وقت الدنيا والاخره، ما عندي مشاغل وعندي دنيتي وعندي حياتي وعندي اموري، تمام، ما هياش ازمه. فيا اخوانا انا بكلم دي القصه، فسؤال عشان سؤال الاخ ده السبب. هو في الاخير بيقول لك انا عايز دليل من الكتاب او السنه يقول لي ان انا ينفع اخد الربا في الضروره. ماليش عم يخصنيش انا دليل من الكتاب والسنه ده عشان ياخد عشان هو تحديدا اللي ياخد ولا دليل الضروره ايه؟ هو يتكلم عن حالته. قلت الكلام ده في الحلقه امبارح لو سمع الحلقه. قلت قوله تعالى الا ما اضطررتم اليه فمن اضطر غير باغ ولا عاد. ايوه، فلا اثم. ده شرطين هم في الاضطرار. أيوه. غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. انت هنا لا باغي ولا معتدي على الشرع ولا الحكم، خلاص تمام، فلا اثم عليه. عشان قلت لازم تسال حد. طب يقول لك الزكاه مش لاقي. يعني ايه مش لاقي الزكاه تستحقها؟ لو انت غارم. اذا غرم حقيقي. واختلف الفقهاء في الغارم مين. أيوه. اللي غارم في مال في معصيه، واحد ضيع فلوس على القمار يقول لك انا غارم جمعوا لي. لا يا ابو،
ده جزء من عقابك انك تكون في هذه الحالة. انما غارب في شيء مباح، في شركة، في بيع، في شراء، في تجارة، في امر معين، لا مانع. نعم. فده ده ده يا اخوانا انا بقول الزكاة اصبح الناس يقول لك لا انا انف اخذ الزكاة. ليه؟ ده حق شرعي حضرتك. ايوه. انا النهاردة لو انا محتاج وامامي الربا ياخذ زكاة، لا انا ايه المانع اخذ شيء ربنا حلله اصلا. طبعا. وربنا سماه حق. زي ما باخذ حق من الدولة وحق ولا يجرؤ ساعتها حد يقول لك ايه والله اديته الزكاه، مش من حقك حضرتك. ايوه انت اديتني الزكاه اللي ربنا فرضها عليك، اللي هي حقي، خدت حقي. ايوه. فانت بتصاحب منا، تصاحب منا لما تديني صدقه. تمام. ما هنا اللي هي اليد العليا خير من اليد السفلى. ايوه. ده اللي بيتصدق عليك، اما الزكاه فانت ليك اجرك عند ربنا، بس انا نعم. ساعتها مش معره، لان الفقر ما هواش شيء الناس تعير به. لا طبعا. الفقر معره لمن يملك الا يكون فقيرا وهو قاعد تنبل. ايوه. انما واحد بيشتغل ويش او تعبان واللي جاي على قد اللي رايح، هو ده جهده وصحته، كتر خيره. نعم. يعني ده له اجر عند ربنا، خير من ان يمد يده. اختلف الفقهاء ايهما افضل، الغني الشاكر ام الفقير الصابر؟ نعم. معادله موجوده في الفقه في الشرع. ليه؟ لان موجود ده وموجود ده، والحياه دايما هيفضل موجود فيها الفقير والغني. والا لو كلنا اغنياء هندي الزكاه لمين؟ ايوه. يعني مش في زكاة النهاردة في الإسلام؟ طبعا. كلنا بقينا أغنياء، وبعدين الزكاة نوديها لمين؟ هندور على فقير منين؟ مش هنلاقي. أيوه. فهي الحياة كده، فيها هذا وفيها ذاك. والنهاردة الغني النهاردة بكرة حتى لو بالظلم، ما أنت معظم الناس اللي النهاردة مطاردة دي ما كانوا أغنياء في بلادهم. أيوه. جه السيسي الله ينتقم منه من أمثاله مع اللي بيعاونوه، يا رب اللهم آمين، صدروا أموال الناس. طيب ما كان غني، هو ده النهاردة الوضع بقى بتاعه إيه؟ هو ربنا بيعلمنا، بيدينا دروس في الحياة نتعلمها، إن النعمة مش دايمة، اللي دايم نعمة الإيمان بالله والشكر له. نعم. فربنا بيختبرك بين الفقر والغنى ليبتليك ابتلاء. نعم. هتفضل على دينك ولا لما ينعم عليك تبقى يعني طائع، صحة معاك ولا لما تبقى مريض تفتكره، ولما تبقى غني تنساه والعياذ بالله. لا. هنا بعض الناس يقع في هذا الاختبار. فالناس انا بقول دي مهمه جدا. نعم. يا اخوانا ليس عيبا ان تبتلى بالفقر والحاجه ثم تلجا للحرام، لا، العيب انك يبقى قدامك باب ربنا شرعه وتترك ما احله الله، لان ده مش عذر عندك. لو قدامي حد يعطيني مال الزكاه او صدقه وانا من المستحقين لها، نعم، ولا اخذ مال ربا بالحرام، لا، في هذه الحالة. انا بس عايز حياتك وانت منفعل، قلت ليس عيبا ان تكون بسبب الفقر تلجا للحرام. لا لا، ليس عيبا انك تكون فقير فتلجا للزكاه. ايوه للزكاه. انما العيب انك تبقى محتاج وتلجا لربنا شرعه. ايوه. كون بقى ان حد تصدق عليك في عيرك، ده اللي ناقص، مش انت يعني، انت ايه ذنبك؟ تمام. انا مريض، دكتور عليك كان جاي اللي بيموت بيفرفر وعليك، تمام، شغلتك انك دكتور. أنا عارف. وانا كنت مريض وانا جالك عشان تحلق لي. يعني القصه مش كده، القصه انك انت يا اخوانا هي ادوار تقسم. واحد يقول لك والله كان جاي، يعني اقول له والله انت مين مش انت اللي سالتني سؤال في برنامج وجاوبتك؟ طب وايه القصه؟ انا شغلتي اجاوب وشغلتك تسال. ايوه تمام. بعض الناس ساعات يزعل، مره واحد يقول لك وكذا، ايه الازمه يا سيدي؟ ايوه. انت احتجت موظف وانا احتجت مدير. نعم. ما انت مدير عليا، انت احتجتني كموظف، بدون موظف ايه المنه اللي ليك عليا؟ مفيش. يعني اقصد يا اخوانا ربنا جعلنا اسباب لنرتزق، وربنا جعلنا دائما اسباب لفتح ابواب الرزق للناس، لكن مش باب للمن والاذى على الناس. نعم. انا بشكرك شكرا جزيلا على هذا التوضيح فضيله الشيخ عصام.